حسب القانون اللبناني، الشمسية اللي بتتركب على سكوتر تعتبر غير قانونية، بتعرض صاحبها لحجز الموتو وللغرامة، إلا إذا كانت تصميمها جزء من تصميم الموتو ومثبتة فيها مثل هذه اللي بالصورة. مشكلة الخيمة أو الشمسية اللي بتتركب على سكوتر إنها معمولة من نايلون وبلاستيك، وهذا الشيء بعرضها لأنها تكون غير ثابتة على الطريق، وإذا طلع الهواء فوق 30 أو 40 كيلومتر بالساعة بتبلش تميل، وممكن حتى أن تطير للسواق، ممكن تقلب كاميون مثل ما مبين بالصورة كمان. فإذا منا مزحة القصة، مخاطرها كتير كبيرة وبلاها أحسن.